بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين يا أطفالي الأعزاء، من بنات وأولاد، لا تزعلوا، أنتم الآن أطفال حتى تصلوا إلى الكنز، إلى الذهب، وتصبحوا لديكم المفتاح ولديكم السبعة أسنان المفقودة التي ستكون الإرشادات لها في مجلة أو قاموس ومجلة جاج التي ستشتركوا فيها لكي تتابعوا لمدة 7 سنوات تصل إلى الكنز من الذهب. مجلة جاج هي جرين أند جولد، أي الأخضر والذهب. فيها لكي تتابعوا لمدة 7 سنوات تصل إلى الكنز من الذهب. مجلة جاج هي جرين أند جولد، أي الأخضر والذهب. هي مجلة تصدر عن لندن وستطبع حسب طلبكم لتكوين الفرق. نريد 100 فريق، كل فريق 5 أشخاص. هناك فرق من الأولاد، فرق كلهم بنات، فرق بنات وأولاد. نتسابق ثم تنطلق كل الفرق للبحث، تبحثون عن أسنان المفتاح المفقودة وهي 7 أسنان. طبعا الأسنان أو المفتاح هو أيضا من 7 أساسات، يعني سباعي، ومن كل أساس مفقود حرف. فلو وجدنا الحروف ونحن نعرفها، الحروف هي الأسنان، حروف المفتاح كلها 28 مفقود 7. شاركوا معنا، اطلبوا الاشتراك في 5 ذي القعدة، سأعطيكم كثير من الفيديوهات على اليوتيوب عن هذه المسابقة العظيمة، ستصلوا جميعا إلى الكنز من الأعمار 12 سنة إلى 16 سنة جميعا. في آخر يعني في 20-30، بعد 10 سنين أو بعد 8 سنين، ممكن يصل العدد ل8000. نراكم أو تسمعوا منا في فيديو آخر، وكل سنة وانتم طيبين.